المطبخ التونسي مع ماما ألفة. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعملوا مع بعضنا تشيز كيك لوتوس، ساهل ما فيه حتى شيء. عملنا مع بعضنا بشكوت لوتوس، رحيني هاني خديت 180 غرام. عملنا مع بعضنا زبدة اللوتس، هاني قديناها مع بعضنا باش ناخذ منها مغرفة ولا مغرفتين، كل واحد شي يحب الجو. و50 غرام زبدة ذوبتها، زبدة حيوانية ماذا بيكم. عندي 250 مليلتر كريمة خفق، وعندي كريمة ماسكربون 250 غرام كريمة ماسكربون. باهي بالنسبة لكريمة الخفق والماسكربون، احسن حاجه انا اليوم الدنيا مسكره كلها، راه حد ما عنديش مني باش نشري الكريم نتاع تشيز كيك، وجيت على بالي توا باش نعملها. تعملوا كريم تشيز كيك اذا عندكم شو اسمه جبن تشيز كيك تنجموا تعملوا حتى في خيدو هذاك جبن الدهن وكل. اما فما في تونس جبن كويستو، يظهر لي ماركت بريزيدون جبن كويستو هذاك نتاع مكتوب عليه تشيز كيك، مزين عليه تشيز كيك ويظهر لي حتى فما قيصر حاجه هكا حسب ما نتفكر، دائما نعرفوش ماريتو. ما عندكمش هذا الكل تنجموا تعملوها تحليه عاديه، بشكوت من اللوطة فوق كريم باتيسير وفوق زبده اللوتوس اذا عندكم موجوده ومتوفره عندكم. الافكار متعدده، انا نعطيك الباز وانت عليك الباقي. اعمل اللي تحب. انا خليت الفريجيدير وعملت بلي عندي كريمة الخفق نتاعي ناخذها من الكرون فري، فيها 35% ماده دسمه، مش كيما نتاع المجازانات الكل اكثر بورسنتاج هي 30%، انا حسب ما لقيت 35% تشد روحها خير في الركضان. ومانيش باش نحط لها سكر على خاطر الزبده حلوه، البشكوت حلو، وانا باش نحط البشكوت من اللوطه وزبده اللوتس في وسط الكريمه وباش نزين بها من فوق، دونك يصير عليا حلاوه هكاكا. اول حاجه نعملها ناخذ البسكوي، صب عليه الزبدة. بسم الله بسم الله، خلط الكل بيدي هكا. انا يظهرلي باش نزيد شوية، باش نزيد ردها في 200 غرام، حسيتها مبلولة شوية، حسيتها مبلولة شوية، باش نزيد نشيحها طرف. عندي بسكويت مرحي ديما وين يفضل لي من البسكوي نرحيه ونحطه في شكارة وننسيه غاديكا، باش ناخذ منه تقريبا 20 غرام ونشيح بيه البسكويت نتاعي شويه. عطاو نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف، انا الله غالب اساسا نخدم بعيني ونحط حسب التقريب. هاي هكا صافا هيليس. ناخذ توا القالب نتاع تشيز كيك، القالب نتاع تشيز كيك صغير عندي 17.5 سنتي ولا 18 سنتي. بسم الله نحط البسكوي ونحاول نوزعه بالتساوي. انا نحب ديما الجنب بداو طالعين شويه من هنا باش تجيني هكا كيما الطارت. المغرفه تستوي وترطب وترص. طاو باش نحطها في الكونجيلاتور، بعدين ما نخدمت الكريمه باش الزبده تتكبس بالكدا، تشد روحها الزبده واش تبقى الوطنيه تشد روحها. اذا تحبوها تتفتفت بالكدا بالكدا من اللوطه تحطوها في الفري في طيبوها في الفرن هكا الطرف هذاك، تحطوها 10 دقائق في الفرن على 200 درجه تجيكم تتفتفت. طاو نمشي للكريم ليكيد، تبدا بارده من الفريجيدير، ما نخدموش بالكريم ليكيد ونحنا مازالنا كشريناه، راهي ما تطلعش معانا، وحتى كان تطلع معانا تفصل الحليب على الزبده. حط فيها مغرفتين كريمه اللوتس ولا زبده اللوتس، شوفوا الزبده كيفاش ما شاء الله. هيتوها ونحط الماسكربون ويتركضوا الكل مع بعضهم، اسهل من هكا ما فماش. انا باش نخلي الماء نتاع الماسكربون على خاطر الكريمه ثقيله والماسكربون ثقيل، خلي ذاك يخففهم من شويه. راني نستعمل في الماسكربون راهو ماهوش بنين بالنسبه لي انا، الماسكربون راهو عندي انا ماهوش بنين، مكره اخاك على بطل. ديما عندي في الفريجيدير الماسكربون هذاك علاش رخيص لهنا. نجيب لك الطبق نتاعي ونهبطك الكريمه اللي عملناها. بسم الله ما
ونحطها توا في الكونجيلاتور مش في الفريجيدير 15 دقيقه حاجه هكا مش برشا، ومن بعد نخرجها ونقدموها ان شاء الله. هوني عندي زبده اللوتس اللي عملتها معاكم في الفيديو اللي فات، بزلت كي عملتها لما حالة توا وبدات تجمد هكا، كان تفرجوا في الفيديو اللي فات وتفرجوا في توا تشوفوها اللي بدات تشد في روحها بدات تجمد. وهذا هي اللي عملتها اقبل توا، باش ناخذ اكل زبده اللوتس هذيك. بسم الله هكا وهكا باش نذوبها شوية دوما ندخلها هكا للميكرووند وإلا فوق الحمام المائي شوية دوما نذوبها شوية وتخرجها. راهو ردوا بالكم تنجم تفصل الزبدة وحدها الزيت يخرج وحده والبشكوت يولي وحده تدخل بعضها على حمام مائي وفيسع فيسع، وإلا كان عندك ميكرووند دخل وخرج بالوقت معناه باش تتأكد اللي هي ترخفت هكا شوية كها. ها هيك بدات تسيح وحدها ريتوها أكثر من هكا ليه طرف دوما طرف هكا هي. على فكرة أنا البشكوت هذايا راني حمرته في الفور أكثر من اللازم، البشكوت هذا حمرته في الفور أكثر من اللازم، يعني لونه ما خرجش هكايا، خرج بريسك مارون غامق، باش عطاني النكهة البنينة هذي واللون هذا. شوفوا كيفاش باردة كيفاش فاتحة كيفاش سخنت شوية كيفاش غميقت. وتوا تشيز كيك برد بالقدا، أول حاجة نعملها إني نسرح لجناب. حلو نحط تحته بابي باش ما يزلقش ونحط ها هو هكا نستويها هكا. بسم الله باش كي نحط الكريم تبدا مستويه ومنظمه. ونجي لك زبدة اللوتس هذيكا نصبها هكا في الوسط بسم الله. نحل نزر بيديا شوية خاطر باردة الكريمة باش تجمد لنا في ساعة زبدة اللوتس. وتوا ظهر لي اني باش نعمل لها جراير هكا، النص الثاني خليها رطب نخليها تبرد. وتشيز كيكة هيك بردت باش نقصها توا. بسم الله بسم الله تشيز كيك اللوتس نتاعنا. بسم الله نحطو نقدموها. بسم الله روعة بسم الله ياسر ياسر بنينة، وخاصة ماهيش حلوة تحرق القلب هاك الحليوة اللي تحرق القلب هذيك ما فهميش. وين ما تخلينيش نذوق. راه ذوق وقولي. بسم الله. تاكل البرج من غير ما تحس بيه، ما تحسش بتأنيب بالضمير. مش حلوة مالا. صندوق بنينة برشا. بالحق؟ ما شنوش. صندوق قطك بنينة برشا. نقصد في الكريمة هذي سيبوي تخوبو هي حتى من الكريمة هذي.
كلهم بلوتوث، كلهم بلا سبيكيلوس. تراهمن انا باش نكملو، باش نكمل ناكل وانا مازلت نتستي فيه. عمال كلهم انتي على الفيديو، خلينا نمشي. هذه وصفتنا كانت اليوم، شنا جابوها وان شاء الله تعجبكم في حلقه اخرى، وصفه اخرى. بسلامه، فيصل خدمه ماش تقولوا كل.